الرئيس السيسي يطلع على جهود تطوير المنشآت والبنية الأساسية بشرم الشيخ استعداداً لاستضافة القمة العالمية للمناخ نوفمبر المقبل. مدبولي يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الهيئات الاقتصادية العامة. أولى سفن الحبوب الأوكرانية تتأهب لمغادرة الموانئ غداً. وزيلينسكي يقول إن محاصيل كييف من الحبوب قد تنخفض للنصف بسبب الحرب. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة، فضلا عن زيادة طاقته الاستيعابية ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مباني جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى وكذلك المنشآت الخدمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث وجه السيد الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينة طبية متكاملة، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، أخذا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر. كما تم استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بما فيها محور حسب الله الكفراوي بطول 17 كيلومتر الذي يربط الطريق الدائرية جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، إلى جانب محور الحضارات وربطه مع محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم، فضلاً عن تطوير محور جمال عبد الناصر كأحد أهم المحاور بالقاهرة الجديدة بطول 14 كيلومتر. كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة قاعة دار القرآن الكريم بمسجد مصر، فضلاً عن عرض الموقف التنفيذي الخاص بربط القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية ومجموعة شبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، لا سيما الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي. كما تم استعراض جهود تطوير المنشآت والبنية الأساسية والمحاور والطرق بمدينة شرم الشيخ استعداداً لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ ورفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية ومجمع الورش الحرفية بالمنطقة.
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هناك توجيها من الرئيس السيسي بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة يشمل التطوير الإداري والمالي وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى وجود مقترح بتشكيل اللجنة العليا للهيئة العامة الاقتصادية والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها والتنسيق فيما بينها في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة ورفع معدلات أداء هذه الهيئات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبذولة في برنامج رد الأعباء التصديرية، وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من ميكنة صندوق تنمية الصادرات. وكشفت وزيرة التجارة والصناعة عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن هذه المسألة، وتم البدء بالفعل في إجراءات الميكنة. وفي ختام الاجتماع كلف مدبولي بإعداد ثور شامل وتقييم واضح لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية، كذلك رصد المستحقات للمصدرين وإعداد خطة لسدادها وكيفية زيادة وتنمية موارد صندوق تنمية الصادرات، فضلا عن صياغة تصور شامل بشأن البرنامج خلال الفترة المقبلة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها رئاسيا ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد. وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، إلى أن هناك تكليفات بالتوسع في الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم. وأوضح مدبولي ضرورة الاستفادة من الإيجابيات التي تحققت خلال منظومة توريد القمح العام الحالي بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى، مع تلافي أي سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تطوير شبكة الطرق على أجندة أولوياته باعتبارها عصب التنمية في البلاد وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة دراسة وتقييم الأثر المروري لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور الجديدة شرق وغرب القاهرة. وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتم تحسين إمكانية الوصول من وإلى نفق الأزهر، كذلك ربط نفق الأزهر دخولا وخروجا بشبكة الطرق الرئيسية الخارجية المحيطة بالقاهرة الخديوية دون الحاجة إلى استخدام الشبكة الداخلية لمنطقة وسط البلد. توقع صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصاد المصري رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية. وأشار تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021-2022 ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو يصل إلى 5.9%. وشدد الصندوق على أن مصر تتخذ حاليا خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات. كما توقع الصندوق أيضا أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023. We'll be right back.
استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب مجموعة من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب. وتأتي الزيارة في إطار استراتيجية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمة على دعم الشباب وتزويدهم بالخبرات المعرفية، كذلك اطلاعهم على أسلوب العمل داخل مؤسسات الدولة وطرق إدارتها. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 455 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 285 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1129 قطعة سلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش و129 بندقية و121 بندقية آلية و48 مسدساً و829 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و160 خزينة، إضافة ل 1343 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 589,745 حكماً قضائياً، من بينهم 2407 حكم جناية و211,261 حكم حبس و294,439 حكم غرامة و81,638 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهماً قاموا بارتكاب 17 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 75 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 110 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1243 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 67.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 1370.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 34.5 كيلوغرام، وضبط ما يزيد على 3.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى قرابة 12 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 12,919 قرص مؤثر
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 13 مليون جنيه. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وقد تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 442 قضية تموينية بمضبوطات وصلت إلى 77 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط نحو 16 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي فقد تم ضبط نحو 61 طن. وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 710 قضايا، من بينها 53 قضية خبز ناقص الوزن و 62 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 17 طن أقماح محلية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صواريخ كروز من طراز تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ستنضم للأسطول البحري الروسي في غضون أشهر قليلة. كما ذكر الرئيس الروسي أنه وقع على إقرار عقيدة بحرية جديدة للأسطول الروسية. جاء ذلك في كلمة لبوتين في سان بطرسبرغ بمناسبة الاحتفال بيوم الأسطول البحري الروسي، حيث شهد العرض البحري الرئيسي بمشاركة 47 سفينة و42 طائرة وعدد من الغواصات. الأسطول الروسي مستعد لأولئك الذين يتحدون لأمننا، ونحن ننفذ جميع الأهداف البحرية قرب حدودنا وفي مختلف المحيطات الدولية. والأسطول الروسي مستعد لتحقيق وإنجاز مختلف المهام البحرية وحتى تحت الماء، وجميع العمليات تتحسن ولا مثيل للصواريخ تسيركون في العالم، لا حواجز لهذه الصواريخ في العالم. تسليم هذه الصواريخ سوف يبدأ قريبا. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة في علاقتها مع روسيا تتمسك بمفهوم من الردع إلى التدمير. تصريحات زاخاروفا جاءت على خلفية احتمال إدراج روسيا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، إذ تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق قرارا يدعو وزارة الخارجية إلى تحديد مثل هذا الوضع فيما يتعلق بروسيا. وتعليقا على النتائج المترتبة على القرار المحتمل، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى أن إدراج روسيا في هذه القائمة لن يغير كثيرا بالنسبة لها من الناحية العملية. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 طائرات بدون طيار أوكرانية واعترضت 11 صاروخا خلال 24 ساعة الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن المقاتلات الروسية قد استهدفت تشكيلا مسلح مواليا للجيش الأوكراني في منطقة خاركيف، كما صرح بأنه تم استهداف لواء عسكري أوكراني في دونيسك، ما أسفر عن مقتل نحو 50 جندي أوكرانية، بالإضافة إلى استهداف 4 مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. إلى ذلك دعت روسيا خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات الأسرى الأوكرانيين في شرق دونيسك. وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن هجوم صاروخي أودى بحياة العشرات من الأسرى الأوكرانيين في بلدة أولينيفكا الواقعة على خط المواجهة شرق دونيسك. تتأهب أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير لأن تغادر الموانئ الأوكرانية غدا الاثنين. يأتي ذلك بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بواسطة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ويهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن محصول البلاد هذا العام قد يكون نصف الكمية المعتادة، ذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضاف زيلنسكي أن هدف بلاده الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب، حيث لا تزال هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحروب. أعلنت نقابة الطيارين في ألمانيا أن معظم الطيارين العاملين في شركة لوفتهانزا للطيران قد أيدوا تنظيم إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، ذلك بعد فرز الأصوات في أعقاب الاقتراع الذي أجرته بين أعضاء النقابة. وأكدت نقابة الطيارين أنها ستعيد فورا إطلاق المفاوضات المتعثرة حاليا مع الإدارة. رجحت مصادر إعلامية في فنلندا اضطرار المتاجر في البلاد لإغلاق أبوابها لفترات أطول يوميا خلال الشتاء المقبل، وذلك لترشيد التيار الكهربائي. ويعتمد توفر الكهرباء في فنلندا إلى حد كبير على إطلاق مفاعل ثالث بإحدى محطات الطاقة الذرية كان قد تم تأجيل إطلاقه بشكل متكرر. وتخطط فنلندا لتوفير الطاقة المنزلية في أغسطس، إذ يعاني سوق الطاقة الفنلندي من نقص بنسبة تصل إلى 15% في الطاقة، حيث يتم تغطية العجز حاليا من دولة السويد. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن كبرى الشركات الأمريكية قد بدأت تشعر بتداعيات الأزمة الاقتصادية من خلال التغيرات التي طرأت على عادات المستهلكين ورغبتهم في الإنفاق. وأشارت الصحيفة إلى أن إيرادات الشركات تتباطأ حاليا مع توجه أغلب الإنفاق إلى الوقود والأساسيات بدلا عن فئات أخرى مثل الملابس والإلكترونيات. قال محلل مصرف INGN الألماني، قال إن الحرب في أوكرانيا وضعت حدا للنموذج الاقتصادي الألماني القائم على واردات الطاقة متدنية التكلفة، حيث ساهم الغاز الروسي على مدى عقود في ازدهار الصناعة الألمانية التي تمثل 30% من استهلاك الغاز في البلاد. هذا وتعتزم ألمانيا اللجوء إلى مصادر طاقة أعلى كالغاز النرويجي أو الهولندي أو الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في سعيها للخروج تماما من اعتمادها على الغاز الروسي، وهو هدف حددت برلين لنفسها مهلة لتحقيقه منتصف 2024. انخفضت شحنات الهواتف الذكية حول العالم إلى أدنى رقم فصلي لها في عامين، ذلك وسط تراجع ثقة المستهلكين مع ازدياد التضخم ومخاوف الركود حول العالم. وكشفت بيانات صادرة شركات أبحاث الهواتف الذكية أن الربع الثاني من العام الحالي شهد انخفاضا بنسبة 9% في شحنات الهواتف الذكية إلى نحو 290 مليون وحدة تم شحنها. يواصل نحو 5000 من سائق القطارات في بريطانيا الإضراب عن العمل، وذلك في إطار حملة يشنها العاملون للضغط من أجل زيادة الأجور بعد ارتفاع معدل التضخم في البلاد لأعلى مستوياته منذ 40 عاما. وتسبب ارتفاع التضخم وعدم تناسب الأجور في تفاقم التوترات العمالية في قطاعات مختلفة في بريطانيا، خصوصا قطاعات الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء، حيث وصل تضخم أسعار المستهلكين حاليا إلى 9.4%. دعا رئيس سريلانكا الجديد رانيل ويكريميسينجا أعضاء البرلمان رسميا للانضمام إلى حكومة وحدة تشارك فيها جميع الأحزاب لإنعاش الاقتصاد عبر إجراء إصلاحات مؤلمة. كان الرئيس الجديد قد تولى في وقت سابق من هذا الشهر بعدما أجبر الغضب الشعبي من أسوأ أزمة اقتصادية في الجزيرة، سلفه غوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد والاستقالة. أكدت هيئة الإحصاء النمساوية ارتفاع معدل التضخم في البلاد بوقع 6.3% خلال عام منذ شهر يوليو 2021 الذي شهد معدل تضخم بواقع 2.9%.
تواجه النمسا العديد من الأزمات الاقتصادية مع تسارع معدلات التضخم لأعلى مستوى له منذ 47 عاماً واستمرار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. هذا وأظهرت أحدث إحصائية رسمية في النمسا استمرار ارتفاع معدلات التضخم في شهر يوليو وارتفاعه إلى مستوى قياسي جديد بلغت نسبته 9.2% وتسجيل أعلى معدل تضخم تشهده النمسا منذ مارس من عام 1975 وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات النمساوية. أحدث مراجعة دورية لأهم مؤشرات الاقتصاد أظهرت استمرار زيادة الأسعار في النمسا وارتفاعها بواقع 5% في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل معدل تضخم بلغ 8.7%. كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع معدل التضخم في النمسا بواقع 6.3% خلال عام منذ يوليو من عام 2021 الذي شهد معدل تضخم بواقع 2.9% مقارنة بشهر يوليو الجاري الذي سجل أعلى نسبة تضخم منذ عام 1975 في النمسا وذلك بواقع 9.2%. هيئة الإحصاء النمساوية أكدت استمرار أسعار الغذاء والوقود عند مستوى مرتفع وحدوث زيادات جديدة في أسعار الطاقة المنزلية وعزت السبب الرئيسي وراء زيادة التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار في النمسا إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي. الإحصاءات أوضحت أن الغاز كان المحرك الأساسي لزيادة الأسعار في شهر يوليو لافتة إلى أن مؤشر أسعار الغاز سجل في النمسا زيادة بلغت 323% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي 2021. أكد المكتب الوطني للإحصاء انكماش نشاط المصانع في الصين على نحو غير متوقع في يوليو، ذلك بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار كورونا في الشهر السابق. آفاق قاتمة وضبابية يواجهها الاقتصاد العالمي الذي لا يزال مفتقرا إلى التوازن من جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. في الصين وصل التباطؤ الاقتصادي إلى مستوى أسوأ مما كان متوقعاً وذلك بسبب موجات تفشي فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق العام، كما حدثت تداعيات سلبية أخرى من جراء الأزمة الأوكرانية، ونتيجة لذلك فقد سجل نمو الاقتصادي للصين تراجعاً حاداً وذلك في الربع الثاني من العام الجاري حيث بلغ 4% فقط بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة. كما أظهرت نتائج بيانات رسمية تراجع مؤشر مدير المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى 49 نقطة في يوليو الجاري متراجعاً من 50.2 نقطة في يونيو، حيث تشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع بينما تعكس القراءة دونه الانكماش. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير حديث عن آفاق الاقتصاد العالمي من تباطؤ أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم وهي الولايات المتحدة والصين واليابان، فارتفاع التضخم عن المستوى غير المتوقع وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية يستمر في الدفع نحو تجديد السياسات المالية العالمية. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. انهيار جزء من مجمع صوامع مرفأ بيروت مع اقتراب ذكرى الانفجار. أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول على أن الأمن العراقي بدأ بفتح الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، مشددا على أن القوات العراقية قادرة وجاهزة لحماية أمن البعثات الدبلوماسية. وأضاف رسول أن مسؤولية القوات العراقية هي تأمين الحماية للمتظاهرين والسفارات في المنطقة الخضراء، مشددا على أن الحركة في المنطقة الخضراء طبيعية وأن كل طرق بغداد مفتوحة.
سقط جزء متصدع من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت بعد تكرر اندلاع نيراني فيه، وذلك قبل أيام من إحياء لبنان للذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي ضرب بيروت. من جانبه أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أنه لا مخاوف من انبعاثات سامة نتيجة انهيار الصوامع في مرفأ بيروت، وذلك في رده على دعوات لارتداء الكمامات في محيط المرفأ بعد الانهيار الجزئي لصوامع القمح. كان انفجار مرفأ بيروت قد وقع في الرابع من أغسطس لعام 2020 وتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. قلل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من فرص تشكيل حكومة جديدة في المدى القريب، معربا عن سعيه لمواجهة الجمود الراهن من خلال ترتيب لقاء يجمع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. جاءت تصريحات بري تزامنا مع مرور نحو شهر على التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون دون اتفاق حولها حتى الآن، كما ستضطر الحكومة المتوقعة إلى تقديم استقالتها بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس عون الذي تنتهي ولايته في 31 من أكتوبر المقبل. أكد رئيس البرلمان العربي عادل عسومي أن الصومال يمر بأزمة إنسانية حقيقية تتطلب تدخل المجتمع الدولي أجمع والمؤسسات المانحة بشكل فوري وسريع. وخلال استقباله السفير الصومالي لدى مصر، شدد العسومي على دعم البرلمان العربي لجهود الصومال حتى يتمكن من تجاوز تلك التحديات التي تواجهه، منوها بحرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية. قال الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن بايدن يشعر بأنه بخير ويواصل إجراءات العزل التي يتبعها بعد أن أثبتت الفحوص إيجابية إصابته بفيروس كورونا مجددا. وأوضح طبيب الرئيس الأمريكي أن حالة بايدن مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسوفيد ويتخلصون من الفيروس، ولكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج. وكان بايدن قد أصيب بكورونا للمرة الأولى في 21 من يوليو مع أعراض خفيفة جدا. قال مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها ستبدأ اليوم زيارة لآسيا تشمل 4 دول هي سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان. وستركز بيلوسي خلال جولتها على قضايا الأمن والشراكة الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ولم يشر مكتب رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى احتمالية تضمن الجولة زيارة محتملة إلى تايوان. كانت الصين قد حذرت من خطورة زيارة المسؤولة الأمريكية إلى تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين تابعة لها. قال متحدث باسم القوات الجوية الصينية إن بلاده ستحافظ بحزم على السيادة الوطنية وسلامة أراضيها. وأضاف المسؤول الصيني أن القوات الجوية لديها أنواع كثيرة من الطائرات المقاتلة القادرة على التحليق حول ما وصفه بالجزيرة الغالية للوطن الأم، وذلك في إشارة إلى تايوان. هذا وقد تصاعدت مؤخرا حدة التوتر بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تقول بكين إنها جزء من أراضيها. أدلى الناخبون السنغاليون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يسعى فيها الرئيس ماكي سال للاحتفاظ بأغلبية واسعة في البرلمان. وتشكل هذه الانتخابات التشريعية اختبارا بعد الانتخابات المحلية التي جرت في مارس الماضي وفازت المعارضة فيها في المدن الكبرى بما فيها العاصمة داكار. ويحق لنحو 7 ملايين سنغالي مسجلين على لوائح الاقتراع اختيار أعضاء البرلمان الذي يضم 165 نائبة.
أدى 361 من معاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعة 2015 ودفعة ممن صدرت لهم أحكام بالتظلم من دفعة 2015 أيضا ودفعة 2016 اليمين القانونية. ووجه رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عزة أبو زيد المعاونين الجدد بأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة، مؤكدا ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة. وفي حوار أجرته كاميرا التلفزيون المصري مع معاوني النيابة الإدارية الجدد، عبر المعينون عن فرحتهم بقرار تعيينهم وبدء عملهم بعد أن أدوا اليمين القانونية. كنت في غاية السعادة بصدور قرار وتصديق عليه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله ربنا من عليا بحلمي، والحمد لله ربنا قدرني وعيني على الوظيفه الجديده ان شاء الله. جهد كبير جدا الحمد لله بذلناه، والحمد لله الدوله دلوقتي بترتقي بالاوائل وبترتقي بالمتفوقين. احنا الهدف دلوقتي القيام والنهضه بالجمهوريه الحديثه، والحمد لله احنا عملنا اللي علينا، وفخامه السيد الرئيس لا يالو جهدا ان هو يساعد الكفاءات في الدوله ديت الحمد لله، واحنا عايزين نطور الافضل باذن الله لحد ما نوصل للقمه ان شاء الله. أعلنت الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، أعلنت عن مبادرة غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالعمل المناخي. وصرح رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر محمود محي الدين بأن هذه المبادرة تستهدف مناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الغذاء والمياه وتطوير نظم الري وزيادة الإنتاجية الزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية المتعلقة، بما يساعد في التنفيذ الفعلي لمشروعات المناخ. دعا أندرو ستير الرئيس التنفيذي لصندوق بيزوس إيرث القادة الأفارقة والدوليين إلى التفكير بشكل أكثر جرأة والعمل معا بشكل أكثر إبداعا أثناء التحضير لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ كوب 27 والمقرر عقده في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. وأكد أندرو ستير أن الدورة 27 لمؤتمر الأطراف تمنح العالم فرصة رائعة للتفكير بشكل أكبر في القارة الإفريقية، مضيفا أن العالم بحاجة إلى جعله مؤتمر الأطراف في إفريقيا. في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية البيئية، قام جهاز شؤون البيئة بالانتهاء من تركيب محطتين للرصد اللحظي ببحيرة المنزلة بنطاق محافظة بورسعيد، ذلك بعد صيانتهما وإعادة التأهيل. وفي سياق متصل، يتم إجراء متابعة دورية لعدد من الشركات الصناعية الواقعة على بحيرة مريوط لإنهاء إجراءات ربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي. افتتح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي أعمال التطوير بمستشفيات حميات الغردقة بتكلفة وصلت إلى 85 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير خلال سنة ونصف إضافة خدمات جديدة وهي وحدة كاملة لمناظير الجهاز الهضمي ووحدة غسيل كلوي، بالإضافة لعيادة الأسنان والطب الاتصالي. كما تحتوي مستشفى الحميات بالغردقة على 53 سريرا داخليا و10 أسرة عناية مركزة وقاعة لتدريب 50 متدربة. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة أسادات بمحافظة المنوفية قوافل طبية لخدمة أهالي قرية منشأة العرب بقويسنا. وقد تم الكشف على 238 حالة تلقوا الخدمة الطبية بالمجان. وفي مركز أشمون انطلقت قافلة طبية أخرى تم الكشف على 2900 مريض في 15 تخصصا طبيا، وتم تقديم جميع الأدوية بالمجان. أما في مركز منوف فقد تم تنظيم قافلة طبية بيطرية وزراعية بقرية الحامول بالتعاون مع جامعة السادات التي وفرت العلاج بالمجان.
استجابت مؤسسة حياة كريمة لنداء سيدة من محافظة الإسماعيلية يعاني زوجها من أمراض مزمنة تمنعه من العمل. وقامت مؤسسة حياة كريمة بمساعدة السيدة وزوجها بتسليمهم تروسيكل يوفر لهم مصدر دخل يعينهم على أحوالهم المعيشية. كما قامت المؤسسة بتجهيز ابنتهم المقبلة على الزواج بعدد من الأدوات الكهربائية ومنها غسالة وثلاجة وبوتاجاز وغيرها. وقفتنا الاقتصادية بنشرة التاسعة. باقة من أخبار المال والأعمال والأخبار الاقتصادية بصحبة ميرفة المليجي. إليك ميرفة. شكرا محمد، شكرا حكمة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. أعلن البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت خلال الفترة من يوليو من عام 2021 إلى مايو من عام 2022 نحو 29 مليار و100 مليون دولار. وقد أشار البنك المركزي إلى أن معدل زيادة التحويلات بلغ نسبة 2.1 على أساس سنوي، وذلك مقابل نحو 28 مليار ونصف مليار دولار مقارنة بالفترة من يوليو من عام 2020 إلى مايو من عام 2021. ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من سبتمبر من عام 2021 إلى يونيو من عام 2022 إلى 2.4 مليار دولار بنسبة زيادة تبلغ 11.4%. وبلغت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو 1,061,000 طن بقيمة 655 مليون دولار مستحوذة على 27% من إجمالي قيمة الصادرات و 27% من الكميات. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت سوق المال تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين المصريين. وقد ربح رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.426 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.4% ليصل إلى 9467 نقطة. وأيضا ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي ارتفع بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة. الارتفاعات طالت أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان والذي ارتفع بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 2734 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18.90 جنيها للشراء و 18.98 جنيها للبيع. اليورو سجل 19.32 جنيها للشراء و 19.40 جنيها للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيها للشراء و 23.10 جنيها للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.14 جنيها للشراء و 5.17 جنيها للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 5.03 جنيها للشراء و 5.05 جنيها للبيع. ونتحول إلى أسواق المعادن النفيسة والتي شهدت فيها أسعار الذهب استقرارا بالتزامن مع إجازة في سوق الذهب العالمية، حيث سجل الذهب أو الأوقية 1766 دولار. أما محليا فقد ارتفعت أسعار الذهب 5 جنيهات بسبب زيادة الطلب على الذهب، ليسجل عيار 18 نحو 879 جنيها، عيار 21 1025 جنيها، عيار 24 سجل 1171 جنيها، في حين وصل الجنيه الذهب إلى 8200 جنيه. أكدت هيئة العامة للإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من عام 2022، و
وذلك مقارنة بالربع المماثل من عام 2021. وقالت الهيئة إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%. قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية رفع أسعار مادة البنزين أوكتان 90 والديزل والغاز بمقدار 35 فلسا، وقد رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 بمقدار 60 فلسا لشهر أغسطس المقبل، وذلك للمرة الخامسة خلال الأشهر الماضية نتيجة أزمة الطاقة التي تضرب دول العالم. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لحكمة محمد. شكرا لك ميرفت. نشرت باكستان طائرات عسكرية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب البلاد. وقد تسببت الأمطار في مصرع 124 شخصا وإلحاق أضرار بنحو 10,000 منزل. لا زالت الفيضانات والسيول تبتلع أجزاء كبيرة من قارة آسيا ملحقة أضرارا بالغة بعدد من الدول. في باكستان ومنذ بدء موسم الأمطار في يونيو تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في إقليم بلوشستان في مصرع أكثر من 124 شخصا وإلحاق أضرار بنحو 10,000 منزل، دمرت 6,700 منزل منها بالكامل. كما أدت الأمطار إلى تشريد الآلاف وتضرر 6 جسور رئيسية على الأقل وفقاً لمسؤولين في حكومة بلوشستان. في الوقت نفسه تم إغلاق خط السكة الحديد بين كويتا ومدينة زهدان الحدودية الإيرانية والطريق السريع الذي يربط كويتا بمدينة قندهار الأفغانية. ومع مواجهة السكان هذا الوضع الصعب، أرسل الجيش الباكستاني مروحيات إلى مناطق نائية لإجلاء العالقين، قامت بإسقاط إمدادات الإغاثة بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية، وأقامت 5 مخيمات طبية في المناطق المتضررة. هذا وضربت باكستان أسوأ فيضانات في عام 2010 حين غطت المياه ما يقرب من 5 مساحة البلاد، مما أسفر عن مصرع نحو 2,000 شخص وتشريد 20 مليونا. يذكر أن باكستان تأتي في المرتبة 8 في قائمة البلدان الأكثر تعرضاً للطقس الحاد الناتج عن التغير المناخي وفقاً لمنظمة جيرووتش البيئية غير الحكومية. الآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة 9. مرة أخرى نذهب إلى ميرفت. إليك ميرفت. شكرا حكمة، شكرا محمد، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. تأهل المنتخب الوطني للشباب إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي من المسابقة المقامة بالسعودية. هدف منتخب الفراعنة حمل توقيع كل من أحمد حواش وصلاح مصطفى، بينما أحرز أسامة اليعقوبي هدف المغرب الوحيد. فاز غزل المحلة على ضيفه سموحة بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع غزل المحلة رصيده إلى 30 نقطة في المركز 13، بينما توقف رصيد سموحة عند 40 نقطة في المركز 6. وفي البطولة نفسها تغلب إسترن كومباني على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء. بهذه النتيجة رفع إسترن كومباني رصيده إلى 27 نقطة في المركز 15، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 33 نقطة في المركز 9. ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث يستضيف الزمالك غدا فريق بيراميدز في الجولة 28. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يلتقي الإسماعيلي مع مصر المقاصة، بينما يحل الجونة ضيفا على البنك الأهلي.
تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئات إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم بعد فوزه على كازاخستان بنتيجة 39-21، واستطاع المنتخب الوطني أن يضمن التأهل للدور ربع النهائي من البطولة العالم المقامة في مقدونيا بعد فوزه على اللقاء السابق على كرواتيا، حيث تتصدر مصر المجموعة الرابعة والتي تضم معها كل من كرواتيا وكازاخستان والهند. نهاية أخبار الرياضة وعودة لمحمد وحكمة. إليكم شكرا لك يا ملفت. الآن موعد وقفتنا الخاصة باستعراض أخبار الطقس والأحوال الجوية مرة ثالثة وأخيرة. إليكم ميرفت. شكرا حكمة، شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على معظم الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، اسكندرية 32-24، مطروح 31-23، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 38-23، السويس العظمى ستكون 37 والصغرى 23، العريش 33-24، طابة 37-27، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 39-29، الأقصر العظمى 40 والصغرى 26، أسوان 41-28، الوادي الجديد 41-22، شلاتين 39-26، وأخيرا حلايب 34-25. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
الآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع أبرز لقطات اليوم. انتهت نشرة التاسعة وإلى أبرز عناوينها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على جهود تطوير المنشآت والبنية الأساسية بشرم الشيخ استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل. مدبولي يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الهيئات الاقتصادية العامة. أولى سفن الحبوب الأوكرانية تتأهب لمغادرة الموانئ غدا، وزيلنسكي يقول إن محاصيل كييف من الحبوب قد تنخفض للنصف بسبب الحرب. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر. ويوسف الحسيني، مساء الخير يوسف. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ وحشين يا جماعه. والله الله يسلمكم. اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله. انا عايز اشكركم طبعا جدا، وكل عام وانتم بخير، عشان ما تكونوش كل سنه طيبين امبارح بمناسبه السنه الهجريه. كل سنه وانتم طيبين. واستاذنكم واستاذن المشاهدين في ان احنا نبدا فقراتنا.